ربما لا يمر رمضان بدون أن نشاهد حالة من الانفعال والعصبية والمشاحنة وربما المشاجرة خلال نهارات رمضان، إما في المنزل أو في الشارع وسط زحمة المرور أو في أماكن العمل. لماذا؟ هل هناك أسباب جسدية أو عضوية متعلقة بالصوم؟ وإذا وجدت، كيف يمكن التخلص منها؟ الحديث عن زيادة العصبية والتوتر والانفعال، طبعا لا نجعل الصوم ورمضان شماعة لهذه السلوكيات الخاطئة، ورمضان إنما شرع لتقويم النفس وضبط العادات وكبح الشهوات. سوف أتحدث معكم في هذا الفيديو عن أسباب زيادة العصبية والانفعال في رمضان، ثم سأعرج على الحلول وكيفية التغلب على هذه الأسباب. هناك بعض الدراسات أشارت إلى الآلية التي قد تؤدي إلى زيادة العصبية والانفعال أثناء الصوم، فمثلا تأثير الصيام على الدماغ. من المعروف أن الدماغ يحصل على الطاقة من خلال حرق الجلوكوز، وهناك دراسات أشارت إلى الارتباط ما بين نقص الجلوكوز جلوكوز الدم وزيادة حالات الانفعال والغضب. أيضا نقص الماء عن الدماغ، الدماغ 3/4 تركيبه عبارة عن ماء، ونقص الماء الشديد وخصوصا في فصل الصيف أثناء الحر وارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى اضطراب في وظائف الخلايا العصبية. التعود على المنبهات مثل الشاي والقهوة والتي تحتوي على الكافيين، ثم الانقطاع المفاجئ عنها خلال نهار رمضان، لأن هناك دراسة ربطت فيما بين زيادة العصبية وإدمان تناول المنبهات. التدخين، لأن هناك كثير من الدراسات ربطت ما بين زيادة العصبية خلال نهار رمضان عند المدخنين بنسبة أعلى عن غير المدخنين. تغير السلوكيات والعادات الغذائية الخاطئة خلال فترة الفسح، فالإكثار من الأكل أثناء الإفطار مثلا، أو الإكثار من شرب العصائر غير الصحية وتناول الحلويات بل والإفراط فيها، إهمال وجبة السحور وعدم تنوعها، عدم شرب الماء والسوائل الكافية عند البعض، وغيرها من العادات الغذائية الضارة. تغير عادات النوم في رمضان ونقص أو زيادة ساعاته، والكثير من الناس للأسف أكثر ساعات النوم خلال النهار، وبالتالي حدوث لخبطة في الساعة البيولوجية الطبيعية، مما قد ينتج عنه مزاج سلبي. أيضا عدم الحصول على فترة نوم كافية تسبب الصداع وتقلب المزاج وصعوبة التركيز وتؤثر على الإدراك. الحلول تتلخص في تجنب الأسباب التي ذكرت سابقا، بس خلينا نذكر شيء مهم، وهو محاولة التعود على الصيام قبل حلول رمضان. وللأسف الكثير منا باغته شهر الصوم، فلا يكاد يصوم غير رمضان، وربما الأشخاص المتعودين على الصيام بغير رمضان هم الأقل عصبية. إذا كنت مدخن فحاول أن تقلل من التدخين خلال رمضان وصولا إلى إقلاع، ورمضان فرصة عظيمة لذلك. تناول الفواكه والخضار في رمضان مهم من جوانب كثيرة، أولا لاحتوائها على الألياف وبالتالي تخفف الشعور من العطش، وثانيا الفواكه تدعم الجسم بمقدار كافي وصحي من الكربوهيدرات، ونحاول نقلل من تناول الحلويات. الحصول على قسط كافي من النوم وتنظيم فترة النوم والبيئة المناسبة لذلك. في رمضان هناك كثير من الوقت الذي نستطيع أن نقضيه فيما ينفع. أنصح نفسي وأنصحكم بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء والصلاة جماعة في أوقاتها والمحافظة على النوافل، ربما ممارسة ولو القليل من الرياضة أو العمل على تنمية هواية ما، أو عمل إضافي، أو الاشتراك في دورة عن بعد مثلا. العصبية والانفعال تفسد فرحة الصيام، وقد تجرح الصوم أو تبطله لا سمح الله، وكلها سلوكيات مذمومة. فعليكم معشر الصائمين والصائمات التحلي بالصبر، وتذكر أن جوهر الصيام ليس الامتناع عن المأكل والمشرب فقط، إنما صون الجوارح عما يغضب الله وعما يؤذي الناس، والإلفة والمحبة بين الأقربون والناس عموما. وليكن قدوتنا رسولنا الكريم، وهو خير من قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. كل رمضان وأنتم أطيب.